طيب اتوقع الله هاخد مثالين شهيرين مع اللامدا اكسبريشن وبعد كده خلاص يعني الفكره بس ببساطه احنا اخذنا اللامدا اكسبريشن بكل اشكال تعريفها العاديه لكن في امثله واقعيه موجوده بنستخدم فيها اللامدا اكسبريشن تفهمنا يعني ايه امتى بنستخدمها يعني او امتى لازم نستخدمها فلو جيت دكتور ممكن تسمع لي اسجل؟ سامح لك شكرا. فلو انا مثلا سيبنا من الاختلافات مين قلنا في مثال شهير في فانكشن شهيره اسمها فلتر اسمها فلتر الفانكشن دي موجوده تشتغل مع الليست مع الكوليكشنز تشتغل مع الكوليكشنز فانا على سبيل المثال لو انا عندي ليست 1 مثلا عندي ليست مثلا سالاريز مرتبات ليست مرتبات ماشي عندي مثلا حد بياخد 17000 عندي حد بياخد مثلا 18000 عندي واحد بياخد مثلا 15500 عندي واحد بياخد 16000 عنده واحد بياخد مثلا 20000 وليكن يعني دي قائمة مرتبات ليست عادية تمام أو تبل تمام ما فيش عندي مشكلة فيها خالص أنا دلوقتي عندي مشكلة إيه هي؟ إن أنا عاوز أطلع الناس اللي مرتباتهم يعني عايز أعمل لستة ثانية بس بالناس اللي مرتباتهم أعلى مثلا من 17000 الطبيعي بتاعنا بنعمل لوب صح؟ وهو اللوب بنعدي عليهم كلهم وهو اللوب بعمل اف ان الرقم اكبر وبقوم عامل لسته جديده لو الرقم طلع اكبر بحطه جوه اللسته والف على اللي بعد لو الرقم اصغر بعديه واعمل اللوب دوت وجوه الاف وجوه ببني جوه مين؟ جوه اللسته بتاعتي مش هو ده اللي المفروض بنعمله؟ صح؟ نعم هو نستخدم فانكشن ماكس طلع في اللسته في ماكس في ماكس هستخدم لك ماب ماشي هستخدم لك ماب بس لا ماكس 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 فاليو ماكس ماكس فاليو ايوه ماكس ماكس هنا القيمة 19 دول 19 احنا دلوقتي بس مؤقتا يعني بس عشان انا معلش عشان الصوت اللي انا بقوله ايه؟ انا ما اعرفش ماكس فاليو انت هتجيب اعلى قيمة هتعمل بيها ايه مش عارف انا اتخربطت دكتور انا اسف طيب فالفكره كلها ان ده عندي كذا حد كل اللي فوق 17 عايز اطلعهم والتانيين في حته ثانيه انا مش عايزهم دلوقتي هشتغل على اللي فوق ال 20 اللي فوق ال 17 مثلا ففي عندي فانكشن اسمها فلتر الفانكشن دي شهيره جدا وبنستخدمها في حاجات كتير بس ايه اول ما قلت له فلتر وفتحت قوس ايه الانبوت بتاعها او كده؟ قال لي فانكشن اور نان اول حاجه تبعتها هتبعت لي فانكشن او ما تبعتش حاجه طبعا لو ما بعتش حاجه مش هيعمل حاجه كوما والباراميتر الثاني او الارجيومنت الثاني اسمه اتريبل اتريبل يعني اي حاجه بنلف عليها اللي هي زي الكوليكشنز يعني تريبلز الكوليكشنز مؤقتا ان هي كده يعني اي حاجه بنقدر نمشي عليها بشكل مسلسل معناه ان هو عايز فانكشن معينه تتطبق على كل الايه؟ على كل العناصر الموجوده بس مره واحده كده مباشره بدون يعني لخبطه ولا حاجه. طيب لو جينا في الفانكشن بتاعتنا مثلا عاملين لامدا لامدا اكسبريشن على طول ماشي؟ الايتم اللي هيخش هو السالري صح؟ السالري بالنسبه لي كل سالري احنا سميته السالري. السالري ده تمام؟ السالري ده انا هاكسبته امتى؟ لو السالري لو السالري اكبر من ال 17000 طبعا ده اكسبريشن بيجيب يا ترو يا ايه؟ يا ترو يا فولس ففي الاخر هي بتجيب لي ترو يا ايه؟ وانا عايز الترو يجي معايا والفولس يطلع بره اللعبه كل الاكبر من ال 17000 بيجي معايا بس انا كده بعد اذنك وانا مش فاهمه يعني ايه الترو معنا من الاول معاك بس هو بس
يعني طيب. كان يوم متعب بالنسبة لي، فأنا مش مركزة شوية، مش فاهمة يعني إيه المقصود بيها، بس ماشي امتحانات وكده وسفر، فمعلش أنا دكتور. بص إحنا عندنا السالاريز، عندنا قابلة أهي فيها مجموعة من القيم، وليكن دي مرتبات موظفين ماشي. فبنتكلم بنقول إيه؟ بنقول أنا دلوقتي عايز أشتغل على المرتبات دي كلها، مثلا إن أنا أطلع كل الناس اللي مرتباتهم أعلى من 17,000 اللي هم من الآخر ال 18 وال 20. طبعا ممكن تكون لسه طبعا متغيرة أو قائمة أو جاية من داتابيس، فأنا ما أعرفش، بس أنا عايز أنفذ عليها شرط. فلو أنا هعملها بالكود، يعني لو أنا هعملها بالكود بتاعنا العادي، أضطر أعمل إيه ببساطة؟ هعمل لوب يعدي عليهم كلهم، صح؟ خليك بقى معايا الخط عشان ما نعيش تاني. هعمل لوب يعدي على العناصر كلها، وانا بعدي على عنصر عنصر اعمل جمله اف، اف ان الرقم اللي يعني عليه الدور ده لو اكبر من 17 اعمل لسته جديده واحطه جوه الليسته، صح؟ اللي بعديه اكبر من 17 لا خلاص سيبك منه، اكبر من 17 خلاص حطه جوه الليسته، اكبر من 17 لا سيبك منه، اكبر من 17 حطه جوه الليسته. خلاصه اللوب مع الاف وكرييتد الليست، هيطلع لي في الاخر لسته فيها كل الايه الايتيمز اللي هي اكبر من 17، صح؟ طيب فانا بقول ايه، في فانكشن شهيره، في فانكشن اسمها شهيره اسمها فلتر، اسمها ايه؟ فلتر. فانكشن اسمها فلتر، لما جيت عملت فلتر قال لي ابعت لي فانكشن او نان او فاضي، فانكشن او نان وكوما، وابعت لي التريبل يعني العناصر اللي انت عايز تمشي عليها، وانا هرجع لك الفلتر اوبجكت، يعني هرجع لك اوبجكت حاصل له فلتريشن. فلتريشن يعني متفلتر طبقا للكونديشن اللي انت عملته. الفانكشن المفروض انت بتعملها المفروض بترجع ترو او بترجع فولس، ترجع ترو او بترجع ايه فولس، فالترو يجي معايا والفولس بعيده عن الليسته الجديده، تمام؟ فالفلتر دي فانكشن مركبه، فانكشن حلوه كده جديده. فانا الفانكشن هي اصلا بتاخد فانكشن، فانا اعملها لامدا اكسبريشن. ايه اللامدا اكسبريشن؟ هتاخد مني اول حاجه سالري مرتب واحد بس، يعني انت طبعا هتتنفذ مع كل ايه؟ مع كل ايتم. تاخد سالري، السالري ده انا بيبقى ترو معايا طول ما السالري اكبر من 17,000، طول ما اكبر من 17,000 معايا. كوما، انا كده بعت له الفانكشن، بعتها شكل لامدا على طول. قلت له طول ما السالري، السالري ده انبوت، المرتب ده انبوت، وطول ما المرتب اكبر من 17 خلاص معايا. ماشي؟ طب هلف ايه الانتريبل اللي انا هلف عليها؟ قلت له هي ايه؟ السالاريز. الانتريبل اللي هتلف عليها السالاريز، خلاص. هو عرف انه هيطبق الفانكشن دي على كل ايتم من الايتمز بتاعت الليست، على كل ايتمز من بتاعت مين؟ من بتاعت الليست. واحطها جوه النتيجه جوه اي حاجه اسميها مثلا ايه؟ النيو سالاريز. او نسميها الفلتر سالاريز. تمام؟ بتساوي الفلتر ده اللي هعمله، ممكن طبعا احولها الى تابل، يعني ممكن اقول تابل عشان دي يحصل لها كونفيرت، يعني كل ما نرجع كلها تتحول الى ايه؟ الفلتر ده هيطلع نتيجه احولها لتابل واحطها جوه الفلتر ايه؟ فلتر سيرفس، تمام؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني لو جيت عملت برنت فلتر سيرفس نشوف، فهمت ولا الموضوع واضح يا دكتور؟ دوست في 5 قال لي في 18,000 و 20,000، يعني طلع لي فعلا السالاريز بعد ما حصل عليها فلتريشن. فاهم كويس ان فاهم والله، يعني عادي تو باراميترز اهو، تو ارجمنتس الاولاني بس فانكشن، والسالاريز الليست فياخد الفانكشن دي يبعت يجيب اول ليست يجيب منها اول واحد اللي هي 17,000 ومدخلها هنا، بقت السال هي 17,000، يسال 17,000 اكبر من 17,000 يقول له فولس يسيبك منه. ياخد العنصر 18,000 يقول لك يبقى السال 18,000، يبقى 18,000 اكبر من 17,000 يقول له ترو، يبقى يجي معايا في الليسته الجديده. 15,500 اكبر من 17,000 لا اسيبك منه، 16,000 اكبر من 17,000 لا اسيبك منه، 20,000 اكبر من 17,000 ترو، تقوم داخله في الايه؟ في الفلتر السالاريز، وبكده اكون عملت ايه؟
ده مثال واضح اهو لفكره الفلتر، ومثال واضح جدا لاستخدام اللامدا. هنا لو انا هعمل فانكشن هتبقى فانكشن غثيثه، او هعرف فانكشن فوق واعلى على اسمها تحته، مش مستاهله اصلا ان هي على طول مباشره، صح ولا ايه؟ نعم والله يا دكتور. طيب هعمل معاكم مثال ثاني توروني كده وصلت بالفكره دي ولا هي نفس الفكره بالظبط، بس هغير اللامدا فانكشن. لو انا عايز اجيب المرتب السنوي لكل الموظفين اللي عندي، مش هقطع، انا عايز ارجع المرتب السنوي بتاع الموظفين عندي. مجموعهم يعني؟ مجموع ال يعني السالري في 12، مش المرتب السنوي ده مرتب شهري. بالظبط لسه هقول. بس يلا اكمل. نعم طبعا حضرتك هتكمل الفكره موجوده مستحيل. المهم ان تبقوا فاهمين وبعدين تجربوا الايه الحلول يعني، تمام، والفكره وبعد كده تنطلق ان شاء الله. فانا قلت له مثلا ايه الانوال سالري، هاخد نفس الفكره دي بالظبط، هي بالظبط، بس اكيد اللي هيتغير معايا انا عمري ما هقول له ان السالري اكبر من طبعا. مش عايز كده صح، مش عايز كده خالص بالمره يعني. انت عايز يستفتك، قلت له هو ب 12 والسالري مضروب في 12، ايه اللي زعلك يعني؟ بس هو ب 12 السالري مضروب في 12 وخلصنا. انا النتيجه بتاعتك هتبقى السالري مضروب في 12. طب ازاي؟ تعال نشوف يعني. لو انا جبت طبعا دي كنا بنعملها في اسطر طويله 12 ما حسبتش 17000. عملنا ايه؟ ما حسبهاش ورجعنا 17 وال 18 وال 15 وال 16 وال 20 يعني، لان هو رجعهم كما ايه؟ كما هما يعني، هما ما اشتغلش عليهم وحسبهم صح؟ ليش طيب؟ لان الفلتر مستني مني ترو او فولس. الفلتر مستني مني ايه؟ صح، ترو او فولس. فهو بالنسبه له جابهم كلهم لان ما عرفش، هو حسب على فكره، هو مش ما حسبش، هو حسب بس ما حطش بس الريتيرن تبعه ترو او فولس. الترو بترجع واللي مش ترو ما بترجعش وخلاص. اي رقم في 12 قيمه، اي قيمه بالنسبه له ترو، يعني زيرو هي اللي فولس يعني. لو عملنا له كده خليناها دي زيرو والصفر خمسه بس، فكلهم جم معاه بصفار، فكلهم جم معاه فولس، فكلهم ما ظهروش. لكن اي رقم ثاني بالنسبه له ترو، فقام عمل ايه؟ جابهم كلهم. ليه؟ الفكره اللي انت عملتها دي صح، بس استخدمتها في الفانكشن الغلط. ليه؟ خطا، لان الترم عايزه تفلتر، عايزه توصل لكميه اقل او تفلتر. هو مر عليهم بس ما عملش عمليه حسابيه يعني. هي ما بتعملش مر عليه. فطبعهم. فهي الفكره صح، بس بتاعك انت اللي عامل ايه؟ اللي عامل. طيب. في فانكشن شهيره اسمها ماب. حد يسمع عن حاجه اسمها الماب ريديوس؟ لا دكتور، ايش؟ حاجه كده شهيره جدا في موضوعات البيج داتا والديتا ساينس والكلام ده. تمام؟ طيب ايه اللي انا هعمله؟ الفانكشن اللي اسمها ماب. مش خاصه بالبايثون ولا في كل اللغات يعني؟ في حاليا موجوده في كل اللغات، ما كانتش موجوده يعني. هتلاقي ناس كتير جدا اللي بتتكلم، لو دورتوا على حاجات تعليميه قديمه مش هتلاقوا الكلام ده. فاهمني؟ الحاجات دي جدت يعني من بعد الالفينات وانت طالع. الحاجات دي كلها جدت كده. لان الفكر الماب ريديوس والكلام ده كله كانش موجود يعني. تمام؟ بدا يظهر مؤخرا، هو اللي ظهرته اصلا جوجل في اللعبه دي. وبعد كده بقى مبادئ اساسيه. فخلاص بقى. يعني دلوقتي انا عملت ماب يعني، لما تيجي تجمع القيم اول مره هحسب لها حسبه معينه، هحسب لها ايه؟ حسبه معينه. لو جيت عملت رن لقيت ان هو عمل حسبه. الحسبه دي قال لك 17000، انا هجرب لكم في واحد بس في 12 طلعت بالظبط الايه؟ 204000. تمام؟ فالماب
هي اللي بتكالكوليت قيمه وبترترن. الفلتر لا، عايز في الاخر يطلع يا ترو يا ايه، يا ترو يا فولس، والترو يطلع معاك والفولس يطلع من ايه، يطلع من معاك. يبقى معنى كده الخلاصه اللي انا عايز اقولها ايه، لا يا شباب في فانكشنز كتيره موجوده ومهمه وحديثه، اغلبها على فكره اغلبها حديثه، بتاخد منك الارجمنت او البراميتر بتاعك اصلا عباره عن فانكشن انت بمزاجك هتشغلها على 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 حاجه معينه، وبالتالي بنستخدم فيها قوي 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 اللاند اكسبريشنز على الخفيف. انا دي كده ايه رايكم حته اللي معلم عليها حاجه صغيره قد كده بس عملت قصه كبيره، صح ولا لا؟ مش عايز انا اروح اعرف فانكشن وديفاين واشتغل عليها و و و. فدي من الحاجات اللي بتبرز اهميه الايه؟ لامدا اكسبريشنز في المو... او لامدا، انا معلش بقول ده لامدا اكسبريشنز بس هي في بعض اللغات بنسميها لامدا اكسبريشنز على فكره، لامدا فانكشنز. تمام؟ تمام؟ وصلت الفكره يا شباب؟ نعم. كويس جدا، كويس جدا. ده كده كان كل شغلنا في الفانكشن باللامدا فانكشنز. نبدا بقى في موضوع تاني خالص ملوش دعوه بالفانكشنز، المفروض ان احنا كنا عايزين نخش على الاوبجكت اورينتد، بس راح في موضوع لو احنا ما خدناهوش انا ما بعتبرش الفكره بقى اكتملت، يعني لازم ناخده قبل موضوع الاوبجكت اورينتد لانه حاجه اساسيه في اللغه، يعني في كل لغات البرمجه عموما. تمام؟ اسمها الاكسبشنز او الهاندلنج اكسبشنز.